مهرجان إبداع 8 الذي يقام في المدينة الشبابية على مسرح أبو قير بالإسكندرية في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبدعم كامل من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. عايز أقول ليك ولكل المتسابقين احنا بنذكر ربنا. انت مبسوط؟ ده خلاص هو مبسوط. يا عم الشيخ دنيا. السادة الحضور مشاهدين الكرام في كل مكان أهلا بحضراتكم. يوم جديد من مهرجان إبداع 8 على مسرح المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبدعم كامل من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. منافستنا النهاردة في مجال الإنشاد الديني على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 114 ألف جنيه على أن تحمل الجائزة اسم الشيخ محمد عمران. ولد محمد عمران عام 1944 في طهطا بمحافظة سوهاج. حفظ الشيخ محمد عمران القرآن الكريم في العاشرة من عمره على يد الشيخ عبد الرحيم المصري. سافر إلى القاهرة في سن 18 من عمره، ثم التحق بمعهد القراءات بطنطا، ثم التحق بمعهد المكفوفين للموسيقى حيث تعلم أصول القراءات والإنشاد الديني على يد سيد موسى الكبير. عمل الشيخ عمران في شركة حلوان للمسبوكات فجعلته قارئا للقرآن الكريم بمسجدها في موقع الشركة. من هنا زاع صيته وانتشرت شهرته، فتقدم لاختبارات الإذاعة والتلفزيون المصرية في بداية السبعينات ونجح بتفوق وتم اعتماده مبتهلا. تحية طيبة له على ما أمتعنا به من أنشودات دينية جميلة. قبل ما نبدأ منافستنا في مجال الإنشاد الديني أحب أرحب بلجنة التحكيم الشيخ محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين، المنشد الديني علي الهلباوي، الشماس أنطوان إبراهيم عياد. والآن نترككم مع إبداعات الشباب في مجال الإنشاد الديني إبداع 8 ولسه الإبداع مستمر. اسمي جورج ماهر كلية صيدلة جامعة الزقازيق. ازيك يا جورج؟ اهلا بحضرتك. سمعنا ايه النهارده؟ باذن ربنا هقول مدلي الحان مع ترنيم بالطير. بالتوفيق يا حبيبي، اتفضل. يا بيعتان مطهرة الرسول يا الظالم
والثقافة في الاختيار والاندماج اللي انت عملته بصراحة كنت موفق فيه جدا، زائد طبعا ترتيب النفس وترتيبك في الأداء رغم كل اللي انت عملته ده ما حسستناش ان فيه عليك ضغط او لود او حمل. احسنت يا جورج وموفق جدا وبسم الله ما شاء الله، يعني بداية موفقة لينا كلنا كمان، بداية موفقة. احسن جامعة 6 أكتوبر.
مرحبا بي. احساسك جدا جدا، كنت مستني لك يعني غلطه كده تغلطيها، بس واضح ان انت دربتي نفسك كويس على الترنيمه، واحساسك طبعا يعني فوق الوصف. نفسك وادائك وقراراتك وجواباتك والدنيا عندك جميله جدا، احسنتي جدا 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 جدا. شكرا ليكي. شكرا يا سند. سامح معهد الجزيرة العالي، هقول ترنيمة يا سيدي كم كان قاسيا. يا Yeah.
حملته يا بنوب. خامت صوتك حلوة، ما نمتش كويس. اه واضح جدا، بس طبعا احنا بنعرف ده وبنشوفه. بس عندنا بعض، احنا هنا يا جماعة بنيجي نحكم، بنحكم وبنقول على بعض الحاجات النفوهات عشان تصلحها في بعدين. تمام. في بعض النغمات بتهرب منك بقى، لعدم النوم، لعدم التركيز، يعني خلي بالك. ولازم يكون عندك علم نغم، يعني حاول تشوف حد تتعلم على يده علم نغم. صوتك خامد، صوتك ما شاء الله اللي اديها لك ربنا حاجه حلوه قوي قوي، وانت بتقول باحساس كمان حلو قوي. بس زي ما قلت لك ناقصنا شويه ضوابط في النغم عشان نكمل. واحسنت وربنا يوفقك. شكرا. محمود عمر الشبراوي، كلية الصيدلة، جامعة الأزهر، فرع أسيوط. دفع لهم كام يا محمود؟ إيه؟ دفع لهم كام؟ دفع لهم كام بجد؟ طيب، بس سمعنا إيه مولانا؟ إن شاء الله أقول أدخل على قلبي المسرة والفرح، وبعدها مرشح فؤادي إن شاء الله. ما شاء الله، ابدأ وفقك الله. أدخل على قلبي المسوة فؤاد.
الشيخ علي محمود مش اي حد يقترب منه، وانت يعني بحي فيك الاختيار، بحي فيك اختيارك انك تقول حاجه للاسد عم الشيخ علي محمود. تحيه ليه يا جماعه للاختيار. بص يا محمود، يعني هكون قاسي معاك شويه لسبب، لانك انت بسم الله ما شاء الله حلو قوي لدرجه ان ما ينفعش نعدي، واللي دايما بيبقى بينه وبين الليفل العالي والامتياز حاجة بسيطة، حرام لازم نقوله على الحاجات البسيطة. انت عندك بس في مشكلة في التنقلات، والركوزات ممتازة، النفس عندك محتاج شوية ضبط،
اختيار الـ 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 الأداء وخروجك وطلوعك ودخولك أنا مقدر إن في إجهاد عندك، بس في نقطة مهمة جدا ناخد بالنا منها، ده ليك والجميع المتسابقين. الشيء لما بيزيد عن حده بينقلب لضده، أنت تجاوزت الوقت بتاعك فابتدت أخطائك تزيد، وابتدت يعني الأستاذ علي بيقول درجاتك ابتدت تقل عشان الوقت، لكن أنا بتكلم في الجزء إنك أنت لما هزيد في الوقت فمجهودك بيزيد. ففي حكمة بتقول الاقتصاد في الجهد، اعمل كل حاجة في وقت محدد وطلع منك أحلى حاجة. الحاجة المهمة بس اللي أنا عاوز ألفت نظرك ليها، أنت عمال تديني شوكولاتة شوكولاتة شوكولاتة، عايز تعمل كل حاجة حلوة وأنا بتخن، الشوكولاتة بتدخن، يعني معلش بتعمل كمية حلويات في جمل صغيرة كتير كتير جوع على ودني، البساطة روح الفن. فموفق يا محمود، والحاجات دي تاخد بالك منها وخليك تجيل في الشوكولاتة بتاعتك، يعني ما أنت مش توزع شوكولاتة شوكولاتة، بالراحة الشوكولاتة غالية يا محمود، بالراحة عليك. أحسنت يا ولدي أحسنت، تفضل. السلام عليكم. اهلا بيك. سلام ونعم. اهلا وسهلا. محمد محمود فتح الباب، كليه الشريعه والقانون جامعه الازهر بسوط. اهلا بيك يا محمد. هتسمعنا ايه ان شاء الله؟ يا ايها المختار لمولانا الشيخ طاهر فشل. الله يقويك. يلا نتشرف بيك، اتفضل حبيبي. يا ايها المختار، يا Go.
بشرت وملائك الرحمن خلفك سجادا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. أي أحسنت يا محمد. طبعا انت منقي يعني حاجة عبقرية وانت حاولت ترتجل فيها، لكن كنت اتمنى ان انت تلتزم باللحن الاساسي لان كان هيخليك حلو قوي. ده واحد. اتنين، دخول عندك انت بدأت عالي قوي وواضح ان عندك مشكلة شوية في القرار شوية، يعني انت انا فهمت انت بدأت عالي ليه، فاهم؟ بس انت لو انت اتدربت ازاي تبدا مظبوط وتريح نفسك ومن غير ما تبقى مجهود والقرارات عندك تبقى واضحه وفيها ركوز مظبوط، هتبقى حدوته. خامه صوتك حلوه جدا جدا، بس شويه تدريب بجد بقى، مش تدريب كده اللي هو ايه طياري، لا تدريب بجد. بس احسنت جدا جدا. شكرا يا محمد. محمد الصادق، جامعة الأزهر بالمنصورة. أهلا بيك. هتقول إيه؟ هقول ارتجالة وهقول حاجة للشيخ محمد عمران والشيخ سعيد حافظ. مدد، تفضل. ربنا يوفقك. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له في تواشيحي
الله 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 أدركنا يا الله. أحسنت. بس أنا بقى عايز أقول ليك ولكل المتسابقين، إحنا بنذكر ربنا، فألا بذكر الله تطمئن القلوب. بتزعق لي ليه؟ دي حاجة. حاجة تانية، أنت خايف ليه؟ دي برضو حاجة تانية، صوتك مرعوش، فمش قادر لا أنا ولا اللجنة نحدد أنت رايح فين أو بتعمل إيه لأنك خايف. لا إحنا يعني أنت مع ربنا في الله. أنا حتى أنا وسط وأنت بتقول قلت لك غمض عينك وانسانا وانسى الناس، خليك مع ربنا. انت عندك علم نغم؟ علم مقامات؟ يعني عرفت ايه اللي حصل في الاول؟ في كتاب الله عرفت ايه اللي حصل وانت بتقول؟ تمام. فعايزين نركز، ملناش دعوه بعد كده بلجنه التحكيم، ملناش دعوه بجمهور، احنا لنا دعوه عايزين ناخد الناس دي معانا، فاحنا نروح الاول. فانت ما روحتش، انت كنت يعني بتأدي حلو، لكن انا ما وصلتش معاك للحته اللي انا عايزها. فنخلي بالنا بعد كده المتسابقين كلنا يطلعوا معانا، خليك رايق، واحده واحده، محدش بيجري ورانا، الكلمه تاخد حقها، الحرف الموسيقي والحرف اللغوي ياخد حقه عشان تعرف توصل لنا. احسنت جدا، ربنا يوفقك وحاول تكمل لانك خامه طيبه. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الاسم سعيد ماضي سعد، كلية الدراسات الإسلامية بتسوق. عم شيخ ازيك؟ الحمد لله تمام. هسمعنا ايه فضيلتك؟ ان شاء الله انا عامل كده ميكس بين الشيخ محمد عمران والشيخ طه الفشني، ان شاء الله حاجتين مع بعض كده في الخمس دقايق ان شاء الله. يلا يا مولانا ابدأ، وفقك الله. أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت وجهي للذي أحياني فهو الذي من طينة سواني. سبحانه الله العظيم لنوري برسالة القرآن، برسالة أرجوك عفوا يا إلهي دائما عن كل آثامي وعن عصياني. حب الحسين، حب الحسين، حب الحسين، حب الحسين وسيلة السعداء وضياؤه، قد عم في الأرجاء سبع
سبط سبط تفرع منه نسل المصطفى سبط سبط تفرع منه نسل المصطفى وأضاء مصر وأضاء شيخ سعيد ايه الحلاوه دي حلو الميكس ده انا هاخده واعمله ريميكس بقى طيب بص يا مولانا يعني بسم الله ما شاء الله كخامه صوت وكاداء اللي عجبني فيك انك عارف اولك فين واخرك فين ولم تتجاوزه يعني احيانا الواحد لما بيروح في حتت مش متدرب عليها يعني بتبقى سكة اللي بيروح ما بيرجعش لا انت عارف امكانياتك ايه وبتقول فيها ودي تحية ليك انك انت متمكن من ده وعارف اخرك فين لم تتجاوزه عشان كده بسم الله ما شاء الله الحمد لله لم يحدث اي نشاز او اي مشاكل انا بس محتاج منك تركز في حاجة مهمة جدا لانك انت كخامة وكأداء متميز محتاجين شوية تدريبات في النفس هتفرق معك جدا لانك انت النفس عندك يعني محتاج شوية غذاء انت شكلك ما بتاكلش كويس وشوية نوم وتتدرب على النفس على قد ما تقدر تمام وقفتك على المسرح يعني محتاج تذاكر الحتة دي وتشوف أدائك ازاي وبتروح ازاي وتفرج على الناس يعني ده مش غلط كلنا بنتعلم الحاجة الأخيرة المهمة جدا ليك ولزمايلك ما ينفعش المد في حرف ساكن يعني سبط انت قلتها ايه سي يعني حاجه كده يعني نعم لا اتكلم في الميكروفون اتكلم انا سمعتها من الشيخ طه الفشتي لا بس انت يعني سبط انت مديت في الباء وهي اصلا حرف ساكن ففقدت المعنى وبقي فيه بعد السين ياء وهي مش موجودة في الكلمة أصلاً ففقدت المعنى بس وغير كده أنت جميل ربنا يبارك فيك ومستنيك في الريميكس بتاع الأغنية أحسنت يا حبيبي اتفضل مساء النور اهلا بيك تشرف لي كرجس رابعه طب بشري جامعه اسيوط اهلا بيك يا كرومز هتسمعنا ايه هو ميكس برضه يعني ميكس ترانيم ميكس وميدلي ميدلي مش عارف ايه ده هو ايه ده الحاجات دي في الاتشاد والترانيم ولا ايه وماتشنج ماشي اتفضل مولايا لسا يقتضي
والعمر ولا كالغمام وقد دنا وقت المنام فامكس معي يا سيدي فامكس معي يا سيدي وأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب كيف أنسى قلبك العافي الكبير من عفى عني وعن جرم الخطير فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا وملأ بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا وملأ بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا فامكس معي يا سيدي. أحسنت يا كرولوس، بس عندي ملاحظة. التيمبو ده شيء مهم جدا، لأن التيمبو ده بيديني إحساسك بالترنيمة إيه. كل ما تمط وتطول كل ما أنا بهرب وأنت بتهرب وما بنعرفش نلاقي بعض، لكن التيمبو ده شيء مهم جدا. تمام، دي حاجة. الحاجة الثانية العفء على النهايات، دي حاجة أساسية. ليه؟ لأن أنت لما تقفل جملة تقفلها مظبوط تفضل معلقة الجملة معايا مظبوط. تمام؟ احنا محتاجين شوية تدريب طبعا، حلوين، محتاجين ندرب ودنا. تمام؟ وندرب المترونوم بتاعنا الداخلي، التيمبو، الإيقاع الداخلي ده هيخليك حاجة جميلة جدا. خامل صوتك حلوة جدا، احساسك حلو جدا جدا، بس زي ما قلت لك في تركات كده بسيطة فنيات في الأداء تبقى حاجة جميلة جدا. مرسي، شكرا خالص، شرفت يا حبيبي، شرفت، شكرا، ربنا يوفقك، شكرا. مساء النور. سارة أسامة، كلية طب بيطري، جامعة أسيوط. أهلا بيك. تقولي إيه؟ هرنم هلا أطرق بابك. يا ربنا يوفقك، تفضل يا دكتور. هل أطرق بابك بعد ضياع الكل ويصلح أن أقترب إليك بذل ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي وتركتك لكني أعود فترحمني ولا يقبلني
جمل لي فكبحي قد ذهب حتى الأحشاء وسواد الليل تصرم في انتشر الدهاء أشتاق لخالق من عدم يدعو الأشياء فيغير قلبي ويلبسني حلالا بيضاء وسواد الليل تسرب في انتشر الدهاء اشتاق لخالق من عدم يدعو الاشياء فيغير قلبي ويلبسني حلالا بيضاء أحسنت يا دكتورة سنة. أنت بترنمي فين بقى الأول في الميكروفون بقى نسمعك بترنمي فين؟ كورال الكنيسة كورال كثرة السماء. في آلات موسيقية معاكم؟ أوه بس يعني مبتدئين شوية لسه بادئين. أوكي أنا التسجيل بتاع اللي سمعناه في الأسطوانة كان حلو قوي. عايز أسأل بقى إيه اللي حصل؟ يعني شوية توتر بس. توتر طيب أنا مش هعتب عليكي أنا هعتب على الكنيسة لان انا عارف ان انتوا في الكنيسه لازم يكون في حد بيعلم تمام وعايزك الفيديو ده لما ينزل هتاخديه احنا خلاص اديناك الدرجه ومبسوطين بيكي واحسنتي ولكن هتاخدي الفيديو ده هتديه للمعلم في الكنيسه اللي بيرنم ويقول لك هو على الدفوهات اللي موجوده لاني في الاسطوانه كنت حلوه قوي النهارده شايف في توتر شايف قله نوم شايف يعني في سنة عدم تركيز فحاول بقى المرة الجاية هنستناك المرة الجاية يكون في تركيز أكتر من كده شوية ويكون المعلم في الكنيسة عارف الدفوهات فين في الأسطوانة. أحسنتي شكرا. مريم ألفي كلية صيدلة جامعة أسيوط. أهلا بك يا مريم منورة. نورك. تسمعين إيه النهاردة؟ وإنت معايا. بنعمل إيه؟ إيه؟ ماشي. وإنت معايا برمي كل Yeah.
سمعت جدا يا مريم، بس واضح ان انت خايفه جدا يا مريم. طب قولي يا مريم، احنا عملنا حاجه؟ لا ما تخافيش. طبعا صوتك جميل، وانت بتقولي من منطقه عاليه قوي، تمام، ودي بتحتاج طريقه في التدريب عشان لما تيجي تقولي حاجات عاليه صوتك ما يتعبش، وبعدين تقدر تحط عرب كويس. انت حطيتي في الاخر عربه ما طلعتش قوي لان انت قايله عالي قوي، فاهمه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اختيار الطبقه بيدي احساس للترنيمه، يعني الترنيمه دي ترنيمه محتاجه هدوء، فان انا اقولها بطبقه عاليه كده تفقد احساسها، تمام. بس محتاجين شويه تدريب. خامه صوتك حلوه جدا، وخامه كمان من الخامه النادره، يعني مش خامه متكرره كتير قوي، وصافيه جدا، تمام. بس محتاجين شويه تدريب، محتاجين نسمع كويس، نسمع حاجات مختلفه كتير، هنبقى حاجه حلوه جدا. شكرا يا مريم، شرفتك.